هذا وقال السيد سنان الجابري مدير إدارة المرافق والخدمات السياحية بهيئة البحرين للسياحة والمعارض خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة. قال إن استعدادات القطاع السياحي بجميع مرافقه السياحية بدأت مبكرا منذ الإعلان عن السماح بعودة حركة السفر بين البلدين الشقيقين. نحن سعيدون جدا باستئناف استقبال السياح والترحيب بهم دوما كما هي عادتنا في البحرين على أرض مملكة البحرين وعلى الأخص الأشقاء من المملكة العربية السعودية. بالنسبة لاستعدادات القطاع السياحي بجميع مرافق السياحية فقد بدأت مبكرا مع تحديد وإعلان موعد السماح للأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية باستئناف السفر للخارج على ضوء الإجراءات الاحترازية المعمول بها والتي اقتضتها الضرورة إثر تداعيات جائحة كورونا منذ العام الماضي. نعم. وتحديد هذا اليوم ب 17 مايو حيث تم إرشاد وتوعية جميع المنشآت والمرافق السياحية والقائمين عليها بالإجراءات والاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها والصادرة من الجهات المختصة في جميع القطاعات من مطاعم ومقاهي وألعاب ترفيهية ودور للإقامة القصيرة المدى وكذلك الفعاليات والمهرجانات ودور السينما وغيرها من الأماكن والوجهات السياحية.